استاذ مناف عبد الرحيم، استاذ بثانويه الامام مالك الاعداديه، زميل الاستاذ المعتقل حاليا بالمحكمه الابتدائيه بخريبكه، وفي نفس الوقت التلميذه سعيده هي تلميذه عندي كتدرس في القسم الثالثه ثلاثه. التدخل ديالي كيقتصر على جوج النقاط، ان كنحاولوا ان نجمعوا بين الطرفين في محاوله الصلح باش ما تضرر لا التلميذه لا الاستاذ، لان التلميذه هي بنت في جميع الحالات هي بنتنا وقاصر، ونتمنوا ان تدوز امتحان الثالثه اعدادي اللي قريب بحوالي اللي بقى لي حوالي اقل من شهر، وهو شهاده فهي شهاده ديال الثالثه اعدادي، ونتمنوا ان تدوز التلميذه في ظروف جيده. وفي محاوله اخرى كنحاولوا ان الاستاذ يطلق الصراحه ديالو باش يمشي عند وليداتو، لان السن ديالو هو 59 سنه، لا يتحمل ظروف السجن وظروف الاعتقال وظروف ظروف الاعتقال. محاوله لجمع الصلح بين العائله ديال الضحيه مجموعه من الاساتذه. قمنا بمحاوله ديال الام، الام قالت لنا بصريح العباره ان ما يكون غير خير، كنتظروا لان الاب يخرج من المحكمه ونحاولوا نقنعوه ونطلبوه ونزوقوا فيه ونمشيو عنده حتى المحال وننزلوا معاه حتى طاوله الحوار في محاوله لجمع الطرفين في محاوله الصلح. السلام عليكم. اولا احنا كاساتذه في مؤسسه الثانويه الاعداديه الامام مالك، اولا كنندوا بالفعل ديال الاسره ديال التلميذه، لانها كبرت الموضوع عطاتو واحد القيمه اكثر من يستحق، والاستاذ مشهود بالكفاءه المهنيه ديالو، ومشهود بالكفاءه والتعامل الطيب ديالو مع جميع التلاميذ، والدليل هو ان التلاميذ ديالو حضروا كاملين. التلاميذ ديالو دليل على انه انسان مظلوم، وانه عنده واحد المهنيه. جميع التلاميذ بشكل عفوي جاوا حضروا الجلسه ديال التقديم ديال الاستاذ. الحاله اللي وقعت هو ان الاستاذ اثناء الحصه ديالو ديال الدعم، حصه اضافيه كيدير الدعم للتلاميذ استعداد الامتحانات، كتقوم هذه التلميذه هذه انها بالشغب كتهز الطباشير وكضرب السبوره المره الاولى، كيتلفت وكيرجع يكمل كيتجاهلها، المره الثانيه كيتجاهلها، المره الثالثه الانسان الله يحسن العوان 59 سنه والطباشير يضربوا في وجهه، اكيد غادي يكون واحد رد فعل اللي خارج الشعور ديالو. حنا ما كنقولوش ان هذا الفعل اللي دار مزيان، ولكن خرج على الشعور ديالو، وحنا كنتضامنوا مع الاستاذ المعطي العبوبي لانه فعلا مظلوم، وخاصو هذه الليله هذه خاصو يبات في داره ويفطر في داره، لان هذا الشيء اللي كاين كيمس بالجسم التعليمي، وهذا الشيء لا مصلحه لا التلاميذ ولا الاساتذه. الناس ربما هيئات والله اعلم بغات تخلق واحد المشكل ما بين الاسره والتلميذ، وهذا الشيء ما عندوش علاقه. حنا دائما التلاميذ كاملين ولادنا كنخدموا من اجلهم، والسي المعطي العبوبي كيمثل جزء من المنظومه التعليميه اللي كيعتبر التلاميذ كاملين الابناء ديالهم. ولكن بحكم ان كندرسوا نفس الماده، الاستاذ الرياضيات معروف لي انه استاذ جاد، استاذ عدو غير على الماده ولا على التعليم بصفه عامه، اذا ربما صدرت شي حاجه ما تكونش بهذه الدرجه. نحن ندعو الى الصلح، والصلح خير، والصلح خير، لان احنا ابناء ديالنا هادو كنعتبرهم من بعد الابناء ديالنا، احنا كنبغيو ابناء ديالنا ما يضيعوش، وبالتالي حتى هذيك راه المسؤوليه ديالنا. حنا الا مشينا في الطرح ديال التلامذ راه ما غيبقى عندنا لا قسم ولا هذا. وانا ادعو من هذا المنبر ان يزورونا جميع الفاعلين وغير الفاعلين في الاقسام، في الاقسام مرحبا بهم، لان احنا كنخدموا يريح معنا وغيشوف المعاناه اللي كاينين. دعك من الكلام ومن المذكرات نحن في الميدان، نحن من الميدان، والمعاناه ديالنا يوميه، وهذا الوطن ديالنا. التعليم راه ركيزه واساسيه، والاستاذ هو الرمز ديالو. نعم الاستاذ راه رمز ديال التعليم، شكون قول لي اي مؤسسه لا تحتاج الى هذا القطاع؟ الا ضربنا هذا القطاع راحنا في الهاويه. فلهذا نطلب، والقضيه تكون الاخلاق ديالنا ساميه، ويكون الحوار ديالنا مرتفع على كاع جميع الحسابات الضيقه. الا كان العفو والصف
هذا هو علاش كامل القرايه اشنا هي في الاخر كاع كامله، والاسلام كاع اشنا هو الاخر ديالو، هو التعامل. الا كان التعامل ديالنا هذيك راه بنتنا وهذاك ربانا، وحنا غنكونوا كعائله وحده كتلميذ كاستاذ الى ديرو، كنطلبوا ان الناس ترجع الى رشدها تعد العائله ديالهم، لان ربما نلتمس اليهم العذر، نلتمس اليهم العذر، ربما غيكون هذاك، ونحن نطلب الله يوفق لما فيه الخير. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى. حيم وقعت الواقعه، بطبيعه الحال اي واحد ما يمكن له الا يدين العنف المدرسي بما فيهم الاستاذ، يعني صاحب النازله بنفسه اذا سالناه راه سيدين النازله وسيدين العنف المدرسي، ولكن اعتبارات كثيره كتدخل في هذا النوع ديال النوازل، خاصه ان العلاقه هي علاقه ديال الاستاذ مع تلميذ، اذا كاينه ابعاد اجتماعيه وتربويه كتدخل في الملف. من الاحسن هذا بطبيعه الحال النيابه العامه راه عندها الحق في التكييف ديال النازله، ولكن حنا اللي تنتمناو ان هذا النوع من النوازل يتكيف يعني بشكل تربوي اكثر من هو قانوني، حفاظا على المصالح تاع الجامع، لان هذيك العلاقه ديال الاستاذ والتلميذ هي علاقه كبيره وما خصها تشوب تشائبه. هذاك راه اب يمكن وقع في مواقع نتيجه مجموعه تاع المعطيات وتاع الحيثيات، ولكن تيبقى ان في نوع من النوازل اللي كتثير الراي العام واللي كيكون عندها بعد تربوي وبعد اخلاقي، ان من الاحسن تشي في اتجاه ديال المعالجه التربويه ومعالجه ديال الصلح، حتى واحد ما يضيع طبيعه الحال في الحقوق ديالو، ولكن من الاحسن هذا النوع ديال النوازل اتجاه في المعالجه وتكون معالجه تربويه بطبيعه الحال دون اغفال الجوانب القانونيه. وشكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.